اذا السلام عليكم، مرحبا بكم على قناه مولاتاك على الفيسبوك كذا اليوتيوب في نوفيل فيديو. الفيديو تاع اليوم تتعلق بالحياه في فرنسا، لانه جوني بزاف لي كومونتير، جوني بزاف لي كيسيون، نقدر نقولوا من 2015 هما قاعدين يجوني الحكايات هذوما ولي كيسيون هذوما على سورتو الحياه في فرنسا ايطاليا واسبانيا. انا قبل ما كنتش مخول اني نجاوبكم على السؤال هذايا، ما كانتش عندي معلومات وما كانتش عندي سيرتو الخبره في التيران. واش معناها الخبره في التيران؟ معناها سيغسان ما كنتش، ما رحتش، ما شفتش تما الدنيا كيفاش، ما نقدرش نعطيك معلومات، وانا ما شتهاش قدام عيني الحكايه هذيك. الور دركا ونقدر نقولوا نبداو بفرنسا. فرنسا اول حاجه تولت لها فرنسا هنايا هي انه فرنسا معروفه بالبخل. نعم، فرنسا فيها بزاف البخلاء. وعلاه البخلاء بزاف؟ لانه انت يا ايماجين تو تروح حراق، هرب من لابوليس، هرب من الموت في البحر والى عطريك الترك ولا على الاسبان، وفانت كونت تلقى روحك في مجتمع وين ولاد بلادك بعد ما يرحموكش. كيفاه ما يرحموكش ولاد بلادك؟ انت تتعب وتهمبر وتبدا تجري على لي بابي تاعك، سوا دير دوموند ازيل، سوا دير ان مارياج بلون، سوا دير ان مارياج جوستيفيي صحيح، سوا تلقى ان كونترا دو ترافاي. كل انسان وعنده حكايه، كل انسان وعنده طريقه يعني اللي يمشي عليها باش يفرز لي بابي تاعو. مي انت راح تلقى شتله من الناس اللي هما الناس هذوما هما ولاد بلادك بعدا. واش يديروك ولاد بلادك هذوك؟ يخليوك ما تتعب وتهمبر هكذا وهكذا وهكذا، اوب كاش نهار من نهارات يعيطوا لابوليس لاباك باش يجيو يهزوك لاباك ويرجعوك لبلادك. يعني هنا سي غراف، يعني ولد بلادك يتمنى لك الشر. طبعا المعلومه هذه راني يعني متاكد منها 100%، لاني كي رحت لا دانيير فوا مارسي، ليون، مونبيليي، مارغريت، نيم، كان، نيس، شفت بزاف باللي بلان دالجيريان يخافوا من خاوتهم ليزالجيريان على جال الصوالح هذوما، على جال المشكله تاع انهم يعيطوا لابوليس يقبضوا به. طبعا الحكايه هذه على يقبضوا بك انت كحراق؟ يقول لك انت حراق فزتنا فرنسا، وهي لا انت حراق، يعني كاين حراق بزاف كي طلعوا لوروب، وكونتخير يعني تقدد حياتهم، كاين بزاف اللي ترباو، كاين بزاف اللي عقالوا، كاين بزاف اللي اندمجوا بطريقه فظيعه مع المجتمع الاوروبي وقدروا يعيشوا وقدروا يتاقلموا تما. مي كاين ناس غيارين، الهدف تاعهم الوحيد انهم يحطموك فقط. هذه هي المعلومه رقم واحد. المعلومه رقم اثنين، كي تروح انت يا حراق والا ما تعرفش انت يا البلاد هذيك كفرنسا باغ اكزومبل، حط في بالك حاجه، لانه السوجي هذا والى الفيديو تاع اليوم جوست فرنسا بركه، الاسبان وايطالي مازال ندير لها فيديوهات اخرين. فرنسا لازم تتعلم لي مويان دو ترونسبور، تيفيتي تفز صوردك على الترونسبور، تتعلم وين تروح تجيب لي ريستو دو كور، معناها كاين دي ريستورون، كاين بلايص يعطيو كل سمانه قفه بيان سور حلال تلقى فيها الماكله تاعك. على بالي باللي الطريقه هذه نقدر نقولوا نوعا ما الحراق ما ينجمش ينطقها، ما ينجمش يبرح بها بيبليكمون، ما ينجمش يقولها علنا، لانه راح يحشم. يعني سيرتو الناس يبداو يعلقوا عليه يقولوا انت رحتي لاوروب باش تاكل من الفضله تاع الكور والا تاكل من الصدقه تاعهم. نورمال كون من الصدقه وكون من الفضله تاعهم، لانه لي غاستورون دو كور راحين ينقصوا عليك ان غون بيجي تاع الماكله تاعك على الاقل هذيك بار سيمين يعطيوك لقطه. عندك ثاني حوايج بزاف اللي هما لو 115 على سبيل المثال. لو 115 تاع فرنسا هو لو نيميرو دو تيليفون بور لي زون سون ابري. وش هو لي جون سون ابري؟ الناس اللي ما عندهمش وين يرقدوا، الناس اللي ما عندهمش وين ياكلوا، الناس اللي ما عندهمش وين يسكنوا، وين يباتوا في الليل. دونك انت كي تهز التليفون تعيط نيميرو 115 راح يهز عليك لوتو ريبوندور يقول لك استنى شويه، كي يحطوك مع ان تيلي اوبيراتور ننصحك اهدر معاه، احكي له حكايتك بلي راك حراك، بلي راك فوالا، بلي راك كذا، بلي راك دوموندور دازيل اكسيتيرا. هو دوك يلقى لك ان سونتر داكوي بور لي سون ابري اللي كاين في لا ريجيون هذيك اللي راك فيها انتايا. طبعا لي سونتر دابيل والا لي سونتر بور لي جون سون ابري اللي هو لو 115 راح تعطيوك ام بتيت كارت. لا بتيت كارت هذيك هي اللي تدخل بها وتخرج بها. حط في بالك حاجه بركه باللي انت كانسان راقد في لي سونتر هذوما، لي شومبر راح تلقاهم كاين دي شومبر فيهم 2، كاين شومبر فيهم 6، كاين دي شومبر فيهم 10، وكاين دي شومبر فيهم 1 بور لي كا سبيسيال. معناها كاين ناس عندهم حالات خاصه مع المجتمع ما ينجموش يحطوهم في اختلاط كبير. هذا بالنسبه للرقم 115. رقم 115 متوفر 24 ساعه على 24، تنجم تعيط غراتويتمون من اي نيميرو تليفون لايكا موبايل، اورانج، اس اف ار، بويك تيليكوم اكسيتيرا، ميم فري. هذه ثالث حاجه. رابع حاجه حطوا في بالكم حاجه باللي في فرنسا حاول تشري بزاف من عند لي بتيت ريستورون، ايفيتي لي ريستورون الكبار سورتو في مارسي. تولات باللي كاين بلاصه وين الشاويه هذوك بزاف اللي تما يبيعوا ماتله موان شير 3 اورو 3 اورو 50 لو بلا، وتلقاه معمر يعني يشبعك عادي. كاين تاني دي فاست فود يبيعوا دي بتي ساندويتش 2 اورو 50 1 اورو 50 بارفوا، كيف كيف تقدر تشريهم.
في هذا المكان يعني بالنسبه لفرنسا، لانه فرنسا حاجه مليحه فيها الحراقه انه السيستم دو سيكوريتي سوسيال تاعها مليح بالبزاف، يعني راح يعاونك بطريقه فظيعه، لانه فرنسا راها معروفه بزاف حوايج، معروفه فرنسا بانه هي دوله تحمي الحقوق، ومعروفه ثاني حاجه باللي هي دوله غريدي معناها عندهم الجشع، عندهم الطمع، وعندهم سيرتو حب المال يعني. وكسيغار وين تلقى ان فرونسي والى ان الجيريان والى ان مغربون جينيرال اللي يعطيك سوارد، اللي يدعمك بالسوارد، باسكو لا بليبار قادر يوكلك، قادر يبيتك، قادر يشربك، بصح باش يعطيك لو ليكيد في يديك ما يمدهالكش، لانه هم عندهم ثقافه والى سياسه التقشف، مع العلم انه فرنسا تعتبر من بين الدول اللي عندها اكبر دخل يعني متوسط للفرد. هذه بالنسبه لفرنسا. دونك في السبعه دقائق هذوما ولا سته دقائق وكلك سكوند هذوما، حبيت جوست نولهكم الديتاي هذوما على فرنسا والمعيشه فيها تما، لانه المعيشه فيها تما مليحه، وحما على بالو بواحد تلقى راحتك تما الاز، مي سورتو ايفيتي حاجه اسمها لاغريسيون، ايفيتي حاجه اسمها السرقه، سورتو في لي سوبر مارشي ولي غران كارفور، ليدل، يو كلير، اكسيتيرا، ايفيتي تسرق تما، لانه راح يفزد لك لو كازيي تاعك في الدوله، لانه ابري ما دير لي بابي تاعك والا تونجاجي في لا بروسيدير جوديسيير باش ديماري لي بابي تاعك اون فرانس، راح كي تلقى روحك انت سارق تما ولا عامل ان بروبليم حيجبدوك في لي كاميرا، يبقى في الارشيف هنايا حسن السيره تاعك راح تجينا عن ما ملطخه. دونك هذو هما المعلومات اللي كاينين على فرنسا. جست حبيت نستاهل المعلومه في الفيديو هذا لاني خرجت لبرا تولات بزاف ناس يحكموا البافيت تاعهم ويحطوها تحت رقبتهم، سيفو البافيت جينيرالمون عمرك ما تحطها تحت رقبتك، لانه هنايا كاين لي ميكروب، راح لي ميكروب اللي يكونوا هنايا كي تمس انت تحك سا ديبون واش كاين في الدنيا هذه، اوب طلعهم ديريكتومون لو ني تاعك الى بوش تاعك. كان معكم كي العاده موراتيك، نقول لكم عيدكم مبروك المره الاولى، تهلاو لي رايك هذه والى اللقاء.